اذكر مهن بغدادية قلت أو انقرضت. هاي خوفتني. لا عجبا شنو يا ابا شو هي صعبني وانت صباح. لا هي هي صدمة تفكر لأنه ما تعرف شنو هاي المهن فما تجرأ أن تكبس الجواب بس أنت عرفت. أنا متأكد. اذكر لي مهنة واحدة بغدادية قلت أو انقرضت. والله قلت إحنا أهم إسا عندك الشغل النحت عن النحاس هذا قل بسوق الصفاية قل مو مثل أول مو مثل قبل. نعم خلي نشوف الصفار اللي يشتغل على الصفافير قلت. نعم هذه المهنة أصبحت قليلة لذلك كل الصفارين الآن في سوق الصفافير يعانون من هاي القضية لأنه ما عاد هناك أجيال تتناول أو تتوارث هذه المهنة. ولكن هذه جاءت رابع احتمال. خلينا نشوف أكو مهن أخرى لربما انقرضت مو قلت. خلينا نشوف ست إيناس شو تذكرين من هاي المهن البغدادية؟ النسج. النسج؟ النسيج يعني. يعني النسيج كسجادات و... خلينا نشوف النسج. النسيج خطأ. إذا تفضلي ست إيناس وتفضل أستاذ نهاد. شنو أنت؟ شنو أنت؟ شنو أنت أستاذ نهاد؟ عزيز الله شنو شون عرفت هذا اللي يدقون على الجسم؟ وقلتك تحف وأنتيكات وشغلات. هلا 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 ست أينور. نعم. اذكري لي فد مهنة بغدادية قلت أو انقرضت. النداف يعني التحت. النداف. نداف. النداف. هذا كان القطن اللي يسوون الصوف يسوون الفراش. نعم نعم النداف صح صح. أوه وهو أقوى احتمال. يا سلام جوان. نعم يلا اعطيني مهنة واحدة قلت أو انقرضت. التنكتشي. ها التنكتشي. التنكتشي. نعم خلي نشوف التنكتشي. خطأ 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 خطأ. بس طبعا التنكتشي أيضا مهنة أنا أعتقدها أيضا قلت أو انقرضت ولكنها لم تأتي في الاستبيان لأنه أدنى ثمن مهن أقوى من أدها. إذا هذا خطأ. خلي نشوف الأستاذ علي. ساعاتي. الساعاتي. الساعاتي. الخطأ الثاني ساعاتي. وين ما تروح الآن أكو محل ما الساعات يصلحون ساعات.